بصي، انا عندي سؤال كده، يعني كان عكس الكلام اللي انت بتقوله شويه. اوكي. تمام. بصي، انا عندي 27 سنه ومش عارفه خالص يعني ابني علاقه خالص نهائي. اولا يعني انا من جوايا بخاف جدا، لو انا وصلت لمرحله العلاقه بقيت احس ان هي جت خلاص هتخطب او مثلا هيبقى في جواز او كده، بتقلق. انا بحس من جوايا بخوف شديد. بس انا مش بجري او ببعد عشان انا مثلا عايزه اعمل حاجه او مثلا حد تاني، لا، انا ببقى خايفه، ببقى مرعوبه. وطول العلاقه بقى ده يعني طول العلاقه اللي هو ايه، ببقى اصلا عماله ابعد فكره الخطوه الرسمي. فبيحصل حاجه من اتنين، يعني على تاريخ بقى حياتي كلها بقى ناس كتير جدا بيحصل حاجه معاهم من اتنين، يا اما بفضل ابعد وازوغ بالكلام شهر وشهرين ومطل وكده، فخلاص الطرف التاني يعني بيزهق، ما بيبقاش معايا خلاص، فالعلاقه بتموت بالوقت، كل حاجه كويسه بتبقى خلاص بتتبدل. يا اما انا اصلا خلاص يعني اوكي مكمله وكده ومفيش اخذ ورد كتير، بس الشخص عايز يعمل خطوه رسمي، فانا تلاقيني انا اللي جريت. فحياتي كلها بقى يعني اللي هو ايه، متمرجحه ما بين يا انا اجري يا اللي قدامي يجري. وممكن يكون من وجهة نظر ناس كتير 27 ده سن مش كبير، بس انا لو هقيس على كمية الأداء. البشر اللي دخلت، لا كتير. كم مرة بقى وصلنا ممكن نقول لكام؟ 7 8 العداد بيعد، عمال يعد 7 8 علاقات كانت المفروض انها جادة وداخلين، المفروض يعني ان شاء الله يعني انه يحصل حاجة بتبوظ. بتبوظ. ويعني هو ممكن كمان في ناس بقى بتتقدم ما بتبقيش انت عارفاهم او كده، فممكن يكون اكتر من كده. بس طيب. انا قصدي العلاقات اللي هي خدت اخد ورد شويه، ما بتقدريش برضو تحكمي قوي على الشخص هو جد فعليا ولا لا. يعني لو احنا مثلا هنقول من 7 8 خلي 5 جادين، فاكيد كان في حد واثنين وثلاثه مثلا جد، فالدنيا برضو بتبوظ. يعني الدنيا في الاخر بتبوظ. انا مش عارفه اتخطى خوفي، يعني انا ماليش دعوه بالطرف الاخر، بس انا بجد اولا مش عارفه اختار، ثانيا مش عارفه اتخطى خوفي، ومش عارفه يا دعاء ابني حياه فعلا خالص. فمش عارفه هل في حل ولا الدنيا. لا لا، بصي، هو في عز الواحد ما بيبقى في قلب الدنيا بتبوظ كده بيفقد الامل. هو انا كنت زمان اقول، انا متجوزه 30 سنه يا بنات، فكنت اقول ايه، هو هشوفه في يوم من الايام ده، اين هذا هو الشخص اللي انا ممكن اتجوزه مثلا، لانه برضو انا 30 متجوزه 30 سنه وبتخطب من وانا عندي 18 سنه، فالمواضيع ما بتكملش، وانا اقول ايه يا ترى شكله ايه، فشفت شكله وشفت شكل ولاده وشفت كده، وان شاء الله يعني فما تقلقوش هيجي والموضوع هيستمر. البساطة دي فهي اولموست خلاص، يعني هي تقريبا خلاص هتحبه هتتحبه هتتجوزه كل الكلام، او تكون لو هو كلامي صحيح فهي محتاجة يعني مساعدة من متخصص، اللي هي بس تحكي وياخد ويدي معاها في الكلام. هل انا عندي تخوف من حاجة شفتها قبل كده في الاخت، في ام، في صاحبة، في بنت خالة، ان انا شفت علاقات فشلت كتير قدامي، فعشان كده انا زي ما بنقول ايه قافلة من موضوع الجواز ده ومش عايزة اكرر والموضوع يزيد بحكاية جديدة. لو ده حاصل بكلام مع كوتش، ريليشن شيب كوتش، او بكلام مع حد متخصص في الموضوع ده، هي الأسئلة هتكسر شوية المعتقد ده، فتخلي فيه مساحة إن أنا أتقبل علاقة جديدة يعني.